فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أنه يقال بعد الانتهاء من الإقامة، إقامة الصلاة، أن يقول حقا لا إله إلا الله؟ يقول لا إله إلا الله بدون حقا. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.